وغير الكلي. تحولت الكلية وغير الكلية. تحولت الكلية وغير الكلية. تحولت غير كلية. صافي؟ واخا انا غادي نديرو واحد التفاعل كيميائي. صافي؟ تفاعل كيميائي، دونك عندنا متفاعلات وعندنا نواتج. صافي؟ تحول كيميائي ياك عندنا متفاعلات وعندنا نواتج. صافي؟ دونك هاد المتفاعلات هادو، دونك إن فوا نديرو واحد التفاعل بيان سير اش كيديرو كمية مادة المتفاعلات؟ كتنقص. النواتج اش كدير؟ دونك يمكن في بعض التفاعلات إلا درت واحد متفاعلين يمكن واحد فيهم يمشي، ياك؟ يمكن واحد فيهم يمشي، صافي؟ ويمكن أنهم يمشيو بجوج، ويمكن أنهم يبقاو بجوج، ياك ولا لا؟ صافي؟ دونك من دير واحد متفاعلين يمكن هاد التفاعل هذا يختفي فيه واحد فيهم، واحد هاد المتفاعلات. دونك إلا اختفى أحد المتفاعلات أش كيدير التفاعل؟ يتوقف. مزيان، ياك؟ اختفى أحد المتفاعلات ما بقى. دونك يقدروا يختفيو بجوج، درنا جوج متفاعلات ومشاو لنا بجوج أون ميم طون، دونك تفاعلوا بجوج وكلهم بقاو لنا نواتج، ياك؟ ويمكن ديرهم بجوج ويتفاعلوا واحد شوية ولكن دونك كيبقاو، واخا يتفاعلوا وشنو؟ لا كيفاش ما يوقفش؟ واخا هادي خلي هاد الفكره تنشرحوها من بعد. صحيح مزيان. دونك قال لك الا قال لك الا بقاو الا درنا هاد المتفاعلين وبقاو بجوج يعني التفاعل ما وقفش. مزيان هاد الفكره خليوها من بعد نشرحوها. واخا دونك حنا غادي نرجعوا نمشيو لو كان الاول، هو انه من دير واحد التفاعل غادي يختفي لي اما احد المتفاعلات او لا اختفوا بجوج، ياك؟ دونك افترض انه اختفى احد المتفاعلات ولا اختفوا بجوج. دونك غادي ندرسوا حنا التفاعل. دونك نعتبروا واحد التفاعل اللي غادي ندرسوا دابا، ياك؟ ونسميتو نحاولوا نديروا له الدراسه. دونك كيفاش غادي نديروا الدراسه ديالو؟ غنشوفوا كيف تتغير كميه الماده ديال المتفاعلات وديال النواتج. صافي؟ دونك اولا صغيره التحولات الكليه. التحولات الكليه. أولا صغيرة التحولات الكلية. دونك نكتبو نذيب غاز كلورور الهيدروجين HCl، نذيب غاز كلورور الهيدروجين HCl بين قوسين غاز، نذيب غاز كلورور الهيدروجين HCl غاز كمية مادته 0.5 ميلي مول، 0.5 ميلي مول، كمية مادته 0.5 ميلي مول. فصلة. للحصول على محلول مائي، للحصول على محلول مائي لحمض الكلوريدريك، للحصول على محلول مائي لحمض الكلوريدريك حجمه في إيكال 50 مليلتر، حجمه في إيكال 50 مليلتر، حجمه في إيكال 50 مليلتر. نقطة. نقيس بي اش الخليط، نقيس بي اش الخليط، نقيس بي اش الخليط فنجد نقطتين بي اش كتساوي جوج، فنجد بي اش ايكال 2. صافي؟ دونك غادي ندرسو حنا التفاعل. تبع معايا. دونك عندنا بي اش ايكال 2 الحجم كمية الماء. دونك أول حاجة حنا غادي ندرسو هنا واحد التفاعل، ياك؟ هاد التفاعل بين من غادي يتم وبين من؟ وشنو غادي نذوبو؟ HCl غاز فاش؟ في الماء، ياك؟ دونك HCl في الماء. دونك HCl حمض ولا قاعده بعدا؟ حمض، ياك؟ حمض، صافي؟ غادي يذوب مع الماء اللي هي قاعده، ياك؟
دونك اول حاجه عطاونا المزدوجات المتدخلين في التفاعل، مزدوجتين واخا واخا المزدوجتان صحيح متدخلتان في التفاعل، دونك في التفاعل. دونك اش سائل قلتوا لي حمض ياك، دونك بما انه حمض قادر على ماذا؟ فقدان بروتون اش بلس. دونك الا فقد بروتون اش بلس مزيان، عطيتنا السائل موان ياك. الماء اش غادي يكون؟ قاعده. دونك اش غادي يدير؟ ياخذ بروتون وي اش غادي يعطيني؟ اش 3 مزيان. دونك هادو مزدوجتين متداخلتان في تفاعل ياك. دونك معادلة التفاعل، معادلة التفاعل واخا صحيح، معادلة التفاعل الحاصل وي السائل اللي هو الحمض المزدوجة الأولى غاز ياك بلس اش 2 او ليكيد غادي يعطيني وي اش 3 او بلس زائد ماذا؟ سائل موان. هاك مزيان صح. دونك هذا معادلة التفاعل ياك. واخا كمية المادة ديال اش سائل شحال؟ عطاوها لنا كاع ان زيرو ديال اش سائل، شحال عطاونا القيمة ديالها؟ شحال؟ 0.5 ميلي مول صحيح. دونك إلا بغيتي تحولوها للمول شحال؟ 10 أوس 3 ولا ناقص 3؟ ميلي مول المول، دونك 10 أوس ناقص 3، دونك 0.5 في 10 أوس ناقص 3 مول ياك؟ دونك هي 5 في 10 أوس ناقص 4 مول، مزيان. واخا، دونك هذه كمية المادة البدئية ديال اش سائل. دونك أنا غادي ندرس هذا التفاعل هذا، إلا بغيت ندرس هذا التفاعل، يعني كيف تتغير كمية المادة ديالو؟ انطلاقا من ماذا كندرس سميتو لا كيفاش كنضرب شنو كنستعمل باش كندرس تقدم ديال واحد التفاعل؟ جدول الوصف. دونك جدول الوصف شنو كندير فيه؟ متفاعل تنواجج وبيان سور شنو كيديروا المتفاعلات كينقصوا شنو هذاك اكس كيتسمى؟ ماشي تقدم التفاعل، وشنو هو التقدم الاقصى؟ وشنو كنقصدوا باكس ماكس؟ ما معنى يعني اقصى قيمه؟ يعني كيفاش يعني الا هضرنا على اكس ماكس يعني التفاعل شنو كيطرا فيه؟ يعني كل دونك ملي كنهضروا على اكس ماكس يعني اننا كنفترضوا بان التفاعل كيداير كلي ياك صافي. يعني ما معنى اكس ماكس؟ يعني احد المتفاعلات اش غادي يدير؟ غادي يمشي، اما يمشيو بجوج اما واحد فيهم غادي يمشي ياك. دونك اختفاء احد المتفاعلات على الاخر مزيان. دونك ملي نهضر على اكس ماكس صافي دير راني كنقول بلي ان التفاعل كلي. انا هاد التفاعل واش عارفه كلي ولا لا؟ مازال. دونك انا غادي نشوف الا يعني الا هضرت على اكس ماكس يعني انني كنفترضو بلي انه كلي، يعني اختفاء هاد المتفاعلات ولا بزوج صحيح. دونك انا هاد التفاعل هذا مانيش عارف واش غادي يكون كلي او لا ماشي ولا غير كلي. مزيان جزئي واخا. دونك كيفاش غادي نعرف؟ غادي نمشي نحسب كمية المادة النهائية. دابا غادي نهضر على واحد تقدم نهائي صافي. ما معنى التقدم النهائي؟ يعني شنو كيطرى في التجربة صحيح اكس فينا اشنو غادي يطرى في التجربة نيت صافي. دونك القيمة النهائية يعني اشنو كيطرى لنا في هذه التجربة هذه صافي. دونك حقيقة شنو في طرف التجربة إلا لقينا بلي أن هذه القيمة التجريبية يعني القيمة النهائية اللي غادي نلقاو تساوي ديك القيمة القصوية دونك التفاعل كي غادي يكون؟ إلا لقينا تجريبيا ياك حسبنا تجريبيا حسبنا إكس فينا لقيناها كتساوي ديك إكس ماكس دونك التفاعل كيداير؟ دونك إلا لقيناها متساوي فهو تفاعل كلي، إلا لقيناها أقل منها واش وصل أنه يكون كلي؟ لا صافي ديك غادي يكون جزئي. دونك حنا غادي نحاولوا نشوفوا هذا الشيء يعني تبع معنا. غادي ندير جدول الوصف أنايا، جدول الوصف ولا جدول التقدم. دونك جيب المعادلة ديالي اش سائل بلس اش 2 او تعطيني اش 3 او بلس زائد سائل مو جيسكو. هنايا شوف كندير سهم واحد ياك، من بعد وغادي نهضروا على هذا السهم شنو هو ياك شنو كاين.
دوك عندي بداية تفاعل ياك خلال تفاعل، وهنايا غادي ندير الحالة القصوية، الحالة القصوية الحالة السي الحالة النهائية. دوك بداية التفاعل عندي هنايا شحال؟ 0.5 نخليها بالميلي مول ياك، نخليها بالميلي مول مثال ياك بالميلي مول، هنايا بالميلي مول ميلي مول. دوك الماء واخا يعتبروا وفير ما عندنا ما حي معايا وفير، دوك هنا شحال؟ زيرو زيرو. اش كدير كمية الماء ديال المتفاعلات؟ غادي تنقص باش دوك 0.5 موا اكس، صحيح هنايا اكس وهنايا اكس. دوك إلا هدرت على الحالة القصوية اكس ماكس ياك، دونك 0.5 ناقص اكس ماكس ياك، وهنايا اكس ماكس وي وهنايا اكس ماكس صحيح. الحالة النهائية غادي نسميها اكس فينال، دونك 0.5 ناقص اكس فينال، هنا اكس فينال وهنايا اكس فين، مزيان صافي. دونك الحالة النهائية، دونك الحالة النهائية غادي نرمز لها فينال اكس فينال، الحالة القصوية ماكسيمال غادي نرمز لها باكس ماكس. إذا هنا غادي نفترض أن التفاعل كلي باش نحسب اكس، حيث اكس ماكس قلنا هو اختفاء أحد متفاعلات أو ما معا، هنا الماء كي داير؟ يعني شكون غادي يكون المتفاعل المحيط؟ هو اللي غادي يختفي ياك. دونك بوجود نكتب هنايا بعدا تحديد، تحديد اكس ماكس ياك. دونك بوجود الماء بوفرة، بوفرة دونك الماء وفير، المتفاعل المحيط شكون هو؟ المتفاعل المحيط هو السائل ياك. دونك بيسكو هو السائل متى نقولوا متفاعل محيط ديالنا شنو غادي يطرى عليه؟ غادي يكمل صافي يدير كمية المادة ديالو شحال غتولي؟ زيرو. شحال هي كمية المادة ديالو في الحالة القصوية؟ فين نقراها؟ هكاك هنا كنقرا كمية المادة، هادي اش كتمثل؟ 0.5 كمية المادة فوقاش؟ في الحالة البدئية خلال التفاعل شحال هي كمية المادة دي؟ ناقص اكس. في الحالة النهائية في الحالة القصوية 0.5 ناقص اكس ما، دونك بما انه اختفى يعني كمية المادة القصوية ديالو كتساوي لنا زيرو. صافي ديال 0.5 ناقص اكس ماكس، اكس ماكس يعني كنهضر على قيمة قصوية تساوي زيرو، يعني اكس ماكس شحال كتساوي؟ 0.5 ميلي مول ياك، 0.5 ميلي مول صافي، 0.5 ميلي مول زينة صافي. دونك دابا غادي نمشي للحالة النهائية ياك، دونك انا عرفت الحاله القصويه شحال، يعني الا كان كلي ها شحال خصني نلقى اكس ماكس ياك صافي مزيان. دابا انا غادي نهضر على الحاله النهائيه، تحديد اكس فينال، تحديد اكس فينال. دونك هاد اكس فينال هذا بغيت نحدو ياك، بغينا نحدو هاد اكس فينال. دونك قلنا اكس فينال يعني شنو وقع في التجربه، يعني شنو وقع في هاد التفاعل هذا فريمون شنو وقع. انا اشنو كنعرف على هذا التفاعل؟ شي حاجه مازال ما استعملتهاش ما عطيتها لكم، الحجم غير الحجم بي. اشنو هو بي اش؟ شكون اللي كيقيس لي بي اش؟ بي اش مال اشنو قلنا على بي اش قبيله؟ شنو هو قيمه بي اش؟ هي ما نقولوش نسبه اش بلس، تركيز اش 3 او بلس في المحلول، يعني من عطاوكم بي اش اشنو راهم عاطينكم؟ تركيز ديال اش 3 او بلس في المحلول فوقاش في الحاله النهائيه، حيت حنا درنا التفاعل خلينا التفاعل واحد شويه وقسنا بي اش ياك. من قسنا بي اش ديال داك التفاعل لقيناه باللي جوج صافي. دونك هاد بي اش هذا عطاوني هو التركيز نتاع من تاع اش 3 او بلس فوقاش في الحاله النهائيه، درنا التفاعل راه كل يعني منها غادي نقدر نجبد اكس فينال. تعقلوا على هذا لو ريفلكس هذا في ليكزيرسيس، اون فوا عطيكم بي اش يعني شنو عاطينكم؟ عاطينكم التركيز ديال اش 3 او بلس فوقاش في الحاله النهائيه بيان سور اليكيليبر، يعني في الحاله النهائيه. دونك شوف معنا تبع معنا، دونك عندنا تركيز ديال اش 3 او بلس فينال، تركيز ديال اش 3 او بلس فينال
كيساوي لي 10 اس ناقص بي اش، يعني هو 10 اس ناقص 2 مول لتر موان زان. يا كلها التركيز، انت لا قامش دول الوصفي، انت لا قامش دول الوصفي، شحال تركيز ديال اشترو بلس بدلاله اكس فينال؟ هادي شنو كتمثل هادي؟ اللي هي شنو؟ وشنو هي؟ اشنو هادي؟ كمية كمية المادة ديال اشتروا او بلو. هنا وشنو كنقرا في هاد الجدول كامل؟ كمية المادة، دونك اكس فينال هي كمية المادة ديال اشتروا بلس فوقاش؟ هكا خصك تقرا هاد الجدول، هادي هي كمية المادة ديال هذا في الحالة النهائية. دونك انا كنعرف التركيز شنو هو؟ هو كمية المادة مقسومة على من؟ شنو هو التركيز؟ كي نبدا نحسبو كمية المادة على الحجم. كمية المادة ديال اشترو بلس النهائية هي التركيز ديال اشترو بلس في الحالة النهائية هو كمية المادة ديالو على من؟ على الحجم. شحال هو كمية المادة ديالو؟ اكس فينال مقسومة على من؟ على في. واضحة هادي ولا لا؟ دونك التركيز هو كمية المادة على الحجم، كمية المادة ديالو هي اكس فينال. ها هي سافو دير اكس فينال شحال غتساوي لي؟ التركيز ما كانش سي هنا هو اش 3 او بلوس ياك فينال فاش؟ في. دونك شحال تركيز اش 3 او بلوس؟ شحال في؟ 50 في 10 اس ناقص 3 مليلتر نحولها لليتر، دونك شحال هادي؟ 5 في 10 اس ناقص 4 مول، يعني هذه هي 0.5 ملي مول اكس فينال. دونك شنو كنلاحظ هنايا؟ هادي اكس فينال ياك، وهادي شحال؟ اكس ماك. دونك كي دايرين؟ يعني هادي التجربه ديالي، هادي بافتراض ان الحاله القصويه يعني التفاعل كلي. دونك التجربه القيمة اللي عطاني اكس فينال هي القيمة اللي عطاني بافتراض ان التفاعل كلي، يعني التفاعل ديالي كي راه داير كلي. علاش؟ اكس فينال تساوي ماذا؟ دونك نلاحظ ان ماذا؟ نلاحظ ان اكس فينال تساوي اكس ماكس. دونك نقول ان التفاعل كي داير كلي، صحيح؟ دونك تفاعل كلي. دونك هنايا كنعرفوا واحد المقدار جديد اللي هو نسبة تقدم، نسبة تقدم كنرمزو ليها بطو، اللي كتساوي لي اكس فينال على اكس ماكس. دونك في هذه الحالة شحال كتساوي؟ دونك إلا لقيناها واحد التفاعل كي داير؟ كلي. نفترضوا أن لقينا اكس فينال صغر من اكس ماكس، دونك ديك الساعة واش وصلنا للقيمة القصوية؟ دونك التفاعل هو كلي، يعني طوكي غادي تكون ماشي سالبة. اكس فينال اصغر من اكس ماكس، يعني اكس فينال اصغر من اكس ماكس صغر على من؟ على الى جات هذه على واحد، يعني طو تكون صغر من. دونك الا كان طو اصغر من واحد تفاعل هو جزئي ولا محدود ولا غير كلي، ياك؟ الا كان طو ايكال ا 1 بحال هذا لو كذا فهو تفاعل كي داير كلي. تفهمنا ولا لا؟ الا لقيتو اكس فينال كبر من اكس ماكس مستحيل، صحيح؟ ما يمكنش نوصلو نورمالمون اكس ماكس هي اقصى قيمه يوصل، واش يمكن ان نلقى شي قيمه اكثر؟ دونك صحيح ماشي ممكن انك تلقى اكس فينال كبر، يعني الا لقيتها شنو راك؟ تدفش هكا. يلا سير صافي. دونك نكتبو هادشي، يلا نكتبو هادشي دغيا، نكتبو هادشي تتوصلو هنا ونكتبو واحد الجمله نعرف نسبة تقدم التفاعل نقطتين طو إيكالا إكس فينال على إكس ماكس. في هذه الحالة نقطتين طو إيكالا أن تفاعل كلي.